ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل. بعد التحية فندم، يعني مع انطلاق جلسات الحوار الوطني في 3 مايو القادم، ما هي أهم العناصر التي ستتم مناقشتها في أجندة الجلسة؟ يعني اعتقد انه الحوار الوطني، احنا بالفعل الحوار الوطني مقسم لثلاث محاور رئيسيه، اقتصادي واجتماعي وسياسي، ولكن بطبيعه الحال يعني قد يكون المهم للمواطن المصري بشكل كبير جدا المحور الاقتصادي، بالذات في ظل الاوضاع الحاليه. لكن احنا دائما كسياسيين بنرى انه بدايه حل المشاكل الاقتصاديه هي في الاساس سياسه، وبالتالي ما يتعلق بالمحور السياسي والمحور المجتمعي لا يقلون اهميه على المحور الاقتصادي. احنا بنتكلم على اكثر من 19 لجنه فرعيه، اكثر من 113 قضيه هيتم مناقشتهم، وبالتالي ده مفترض ان يخرج منه اجنده وطنيه هتقول فيها المعارضه وجهه نظرها، وهتقول فيها الاغلبيه وجهه نظرها، الحاجات اللي هيتم التوافق عليها مفترض انها تطلع رئيس الجمهوريه لاتخاذ قرار بشانها، والحاجات اللي هيحصل خلافات عليها هتطلع برضه وجهتين النظر ل السيد رئيس الجمهوريه لاختيار اللازم وعمل ما تراه القياده السياسيه في هذا الوقت. وبالتالي بشكل رئيسي احنا نقدر نقول انه دي تاسيس من وجهه نظرنا لمرحله جديده، مرحله يمكن نقول عليها ان احنا بنتفق فيها على الاساسيات التي يمكن بها الانطلاق لمرحله جديده اسسها الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه اللي كلنا بنحلم بها، واللي استخدم الرئيس مرادفاتها في الإعلان على الحوار الوطني في رمضان الماضي. أشكرك شكرا جزيلا النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.